بوس ايدك بوس ايدك تستر علي وما تحكي شي عن علاقتي بالمرحوم جلال. هلا اذا انا ما حكيت اللي رح تتجوزيه رح يعرف انه انت مالك بنت. وطي صوتك وطي صوتك، انا اصلا ما رح اتجوز، ما بدي اتجوز. تورجيني لشو؟ ولك الله يكسر ايدي، ولك ليش هيك عامل فيكي؟ اه حمدي ما دخلوا، انا وقعت. ولك شلون ما دخلوا؟ ولك انت لايمتى بدك تضلي تدافعي له؟ اه لايمتى؟ فوتي فوتي بتطبي غراضك وتروحي معي على البيت، مالك قاعده ولا تكي هون. ولك وين رحتي؟ اخي عم اقول لك انا بدي ضل ببيتي. ولك ضربك وهانك وحبسك وشوفي شو عامل بوشك ولسه بدك تضلي ببيتك؟ ولك انت ما بدك تفهمي لك اختي؟ اخي عم اقول لك انا بدي ضل ببيتي. حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ولك شبك لك اختي؟ شبك انت؟ شو عم بيصير؟ لو سمحت اخي انا تعبانة وبدي نام. ماشي ماشي اشوفه بعدين. هولي على قلبي عليك يا بنتي. والله ما لي عرفان شو بدي لك يا مو، ما لي عرفان شو بدي لك، ما عم بفهمها لهي المخلوقة. لك امي انت ليش تركتها هنيك؟ ليش ما جبتها معك؟ ولك ما رضيه، قلت لها احملي حالك وضبي غراضك وتعالي لعند امك، عادي قدام امك. ما رضيه، بدها تضل قاعده عنده، قاعد عم يضربها ويهينها ويحبسها وهي مبسوطه. لك شو هي البنت اللي عندك؟ ما عم بفهمها انا، ما عم بفهمها يا مو. لا حول ولا قوه الا بالله. لك وينكم يا بنات؟ تيجينا. ما بعرف مترددة، يعني عجبني وما عجبني. شبكي والله طالع حلو عليك مثل القمر طالعة. عن جد عم تحكي بربي؟ اي والله عن جد. ليك اشربي قهوتك لجيب لك عدة التمشيط. يلا روحي. يلا. شكلي غزي العين حولك وحواليكي ما احلاكي. بتطيري العقل، راح تطلعي احلى وحدة بجمعة بيت حماكي. ما هو انا هذا اللي بدي اياه، بدي جاكرة لسلفتي، مالي عرفان شلون بدي جاكرة، يخرب بيتها شو قوية. لك اصلا انت روح قلبك المجاكرة. ايه بس بدون غلاظة. لا اكيد ماني غليظة. حبيبة قلبي دمك خفيف وبتاخذي العقل. حبيبة قلبي. يلا يا سحر مشان الله بدي روح على البيت انا. يا حمدي خير خير يصيبك. اليوم ابو محجوب اجا وقفني وفضحني من شان ديناته. ايه علينا وعلى ابو محجوب، ايش هو ما في غيره بالشام عم يدين العالم مصاري. حقه حقه لك اخي، وانا اعطيته مصاري. ايه والمعنى هلا؟ المعنى الله يرضى عليه لعدت الديان بحق. مو القصة بإيدي، ما بإيدي القصة. لا إله إلا الله، لكن بإيد مين؟ بإيد ربك بعدي اسمه، يعني رب العالمين لما بيوسع الأرزاق ما من الديان، بس إذا دائت بدي الديان. يا حمدي اسمع الكلمتين كتير منيح. أنا مثل أخوك، وأي شيء بتحتاجه بتجي بتقلي لإلي، فهمت علي؟ سيدي الله لا يعيزني لا لألك ولا لغيرك. تكي تكي ابن عمي، تكي عنا ضيوف. فوتي 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 معي فوتي. هوني شرف صهري فوت. مرحبا مرحبا. أهلين صهري. يلا خاطرك صحة. مع السلامة. لك تكي تكي رح تنسي المستوى. لك معقولة انسى يعني؟ أنا رايح. لوين رايح؟ هلأ إجيت. تذكرت في شغلة بدي أعملها.
تقبريني أنا اعتدال. خير اعتدال. رجعة قريبة، تقبريني ما تؤاخذيني بس نسيت حلقي عندك. ايه صح صح، فوتي فوتي لعطيك. يلا فوتي. يلا ما بعرف وينه. شلون يعني سحر؟ شلون ما بتعرفي وينه؟ ما لقيته. لا تقبريني، شو ما لقيتي؟ شلون يعني ما تلاقيه؟ ما لقيته فصم الحودة. سحر تقبريني؟ أنا قدامك شلحته على البيرو لما كنت عم شوف الفستان شبه. إيه بعرف شفتك لما حطيتي عندي بس ما لقيته. اسمعي سحر، أنت رفيقتي من زمان، لكن نور عيوني أنت، بعرف مستحيل تسرقيني. وين الحلا؟ والله ما راح اسرقك. انت وكلي الله. الا ما لاقي لك. انت وكلي الله مو انا. لك هذا الحلق ما في منه حماتي فصلي منه اثنين، واحد لي واحد لسلفتي. يعني اذا بلف الساعه كلياتها ما بلاقي مثله مشان الله. والله ما بعرف شو بدي اقول لك. والله ما بعرف. لك هذا فيها خربان بيت. لك شو عم تحكي انت؟ مو بس انا بيخرب بيتي، انت بيخرب بيتك. لك انا قدامك شالحته هون. طولي بالك خلص. والله لا. لك شو بيطول بالي؟ سكي فستانك، ما بدي اياه. ليكي معك شويه وقت، بدي ارجع اخذ الحلق. يعني بدي ارجع اخذ الحلق. لا ما على نصها. يا رب دخلك، يا رب دخلك على هالمصيبه. عمر يعطيكي العافيه يا اختي. اهلين اخي، الله يعافيك. حضرتك مو سايغ ابو عزو؟ ايه انا بذاتي. ايه تفضل اخي. خير الله يخليكي. بدي اسال ست ام جميل سؤال، اذا مضيعه او منسرق لها ذهب اللي فصلته عندي. ايه ومشان شو يعني السؤال؟ ما فهمت. اجى لعندي حمدي وبده يبيعني حلق، ولما سالته من وين جايبه قال لي هديه من امه الله يرحمه، مع انه انا بايدي انفصله للست ام جميل لكنتها. طيب اخي مشان الله بس تستناني دقيقه، الله يوفقك. دقيقه واحده بس. ناطرك اختي ناطرك. سيدي هذا هو اللي اجى لعندي وجايب لي حلق مشان اشتري منه. لازم جوا الحكي، هذا الزلمه عم بتبلاني. لا والله سيدي ما عم تبلى، حتى شغيلي حده كان شاهد، فيك تجيبه وتساله. فتش ولا شوف. فايدك ولاد فايدك. سيدي هدول حلقاتي سيدي. حامه مش غير من المشهود ولك. احكي شلون سرقتهم لشوف. سيدي يعني الله يلعن الشيطان، الله يخزيك يا شيطان، بس الله وكيلك يعني انا جاي لرجعهم. سيدي انا بدي اشتكي عليه. مش حطولي هذا شوف. لا لحظه سيدي. شو بدك؟ بس بدي احكي مع حربتي كلمه واحده. فوتي نمر احكي جوا بالغرفه. يلا ولك عينك علي يا ابني. الله يسامحك على البهدلة اللي بهدلتنا يا. أنا ما بتهمني البهدلة، اللي بيهمني إنه أنا ما نحبس. بس الحرامي اللي مثلك لازم ينحبس. والله وأنا إذا بنحبس رح أنكد كرار أسرارك كلياتهم. ولا نسيتي ماضيك يا خانم. بوس إيدك تستر علي وما تحكي شي عن علاقتي بالمرحوم جلال. هلا إذا أنا ما حكيت اللي رح تتجوزيه رح يعرف إنه أنت مالك بنت. وطي صوتك أنا أصلاً ما رح أتجوز، ما بدي أتجوز. لا 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 أنا ما بيهون علي أساساً إنك ما تتجوزي. شو قصدك؟ أنا بتجوزك بس بشرط كل قرش ومتليك بتطالعيه من شغلك بتعطيني اياه، لانه انا زلمه بحب البسط والفنجره والصرف. ماشي بعطيك اللي بدك اياه. ايه بس انا هذا الكلام ما له مضمون عندي. طيب شو بدك ضماني؟ تحلفي يمين على القران انك بتتنازلي عن كل شيء بتملكيه
وكل شيء بتطالعيه من شغلك بتعطيني اياه لإلي بالمقابل انا عم بستر عليكي. ماشي بحلف يمين. يا عيني ارخي عن وشك، ارخي عن وشك يا مرتي. حقيني قول شو بدك بسرعة. اليوم بدي اطلع من الحبس. انا شلون بدي طالعك وانت لابستك لبس؟ مو شغلتي هي القصة، مو شغلتي. إذا بيمرق النهار وما بكون طلعت من الحبس بتعتبري حالك فضحتي مو بس قدام أهلك، بتعتبري حالك انفضحتي قدام كل أهل الحارة. الله يوفقك، الله يوفقك ولا يسامحك. راح يوفقني ويسامحني اليوم. احمدي ربك انه انحبس مشان تخلصي من الظلم تبعه. لك يا امي، يا امي بضل جوزي وانا ما بيهون علي انه ينحبس. سحر ما تزعلي مني بس انا ما رح طالع من الحبس. هذا الكلام الصح مشان ما يعيدها تاني مره. الله وكيلكم، الله وكيلكم، حلف الف يمين انه ما بقى رح يعيدها. لك كذاب. مشان الله يا اعتدال تصفتي حقك عنه ببوس ايديك التنتين. والله اللي بشوفك انه عم تترجيها بيقول انك بتحبي وبتموتي عليه كمان. يا امي انت بدك يعني اعمل هيك يعني لانه جوزك؟ ما عم بفهم. شوفي احكي لنا، قلبي حاسسني في شيء. احكي لك بنتي احكي. ما في شيء. سحر طلعي فيني، لك عيونك عم يفضحوكي. اقسم بالله اذا ما بتصفتي حقك عنه لساني ما رح يجي على لسانك كل العمر. لهالدرجة؟ طيب خلص رح طالع. كتر خيرك. ايه تعال هون. يرجو فيه اتركني. صعب المصاري ولا؟ لك لسه باليوم اللي عطيتك ياهم. لسه الي معك قدهم مرتين. لك طيب اصبر علي، خلص رح اعطيك اياهم. ما رح اصبر، هلا بدي اياهم والله بطلع بروحها. لك اتركني 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 الله يسعدك. بدي مصاري. لك ما بدي اجيب لك المصاري. لك اطلع بالمصاري ولا؟ حني مات. يا ربي يكثر خيرك.